يعني زمان الأطفال كانوا بيلعبوا على ألعاب كده لطيفة، يجروا يعملوا حاجات لطيفة. يبدو إن الألعاب دي ما بقتش موجودة، اللي هو بقى نلعب كده الأولى والاستغماية ونجري ورا بعض والحاجات البسيطة دي، يعني كان وولا. لكن دلوقتي بقى فيه لعبة الحقيقة منتشرة وموجودة ما بين الأطفال. اللعبة فكرتها إيه؟ فكرتها إن هو بيكتم نفسه، بيقعد على قرفصة كده على رجله لتحت، زي سكوات، زي التمرين، زي ما انتوا شايفين، ويقعد ويكتم نفسه خالص ما يطلعش، ويفضل لشوية كده ثانية، بحيث انه النفس بيطلع الأكسجين ويتبقى ثاني أكسيد الكربون، وبعدين ده ممكن يخش المخ لو توقف. طبعا لما بيعمل دي ما بيوصلش خلاص أكسجين للمخ، فلو حصل ده ممكن يتعرض لمشاكل كتيرة جدا. حاجات بقى كتيرة بنسمعها، ممكن غيبوبة، حد يغمى عليه، حد يحصل حاجة عنده في المخ، جلطة. ودول أطفال. مشكلة إن إحنا ما بنعرفش الأطفال أحيانا بيلعبوا إيه، يكون في النادي، في المدرسة، عند صاحبه ماسك جهاز التليفون أو الآيباد وشغال مع لعبة تديله أوامر بالحاجات دي، أو مع أصحابه أو يتحدى أصحابه. لازم ننتبه لده. علشان كده احنا في التاسعة قررنا ان احنا نتكلم في الموضوع ده ونشوف اللي بيحصل. معانا في ضيافتنا في التاسعة دكتور محمد عواد، استاذ المخ والاعصاب. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. حقيقة موضوع عجيب طبعا، يعني عجيب. انا عايزه احط لحضرتك الصور وتقول لي ايه اللي ممكن يحصل بالظبط للاطفال اللي هم مش مدركين. يعني الصوره هي عندك على الشاشه ودي اطفال كلها بتكتم نفسها، قول لي بقى ايه اللي بيحصل طبيا. وطبعا احنا لازم نفهم ان اللعبه دي او الحركه دي بتعتمد على ان انا بعدل من جوده الدم اللي رايح للمخ. المخ ده عشان يشتغل عايز دم، والدم ده فيه عناصر من اهمها الاكسجين، وفي عناصر تانية زي ثاني اكسيد الكربون. فلو انا وقفت الدم اللي رايح للمخ او خليت الدم ده نسبه الاكسجين فيه قليله، طبعا المخ ده توقف عن العمل، والانسان بيجيله زي فقدان السيطره كده او اغماء خفيفه. هي ده الفكره في اللعبه دي. فالاولاد اللي بيعملوه دوت بيخلوا الدم اللي رايح للمخ ما فيهوش اكسجين، عن طريق ان انا بحبس نفسي، وان انا قبل ما احبس نفسي دوت بقلل نسبه الاكسجين اللي موجوده في الدم، عن طريق ان انا باخد انفاس متلاحقه. وبعدين حد بيمنعني، لان انا مفروض طبيعي لا اراديا لما الاكسجين في دمي هيقل الجسم هيعمل بعض التفاعلات اللي علشان هم بيقفوا يمنعوهم من فوق. فيروح يعني خلينا يا شباب ناخد الصوره تانية هنشوف. يعني انا شايفه ان هو بيكتم النفس، بيدرس الوقفه دي بقى بتكتم نفس الولد او البنت عشان ما يطلعش بقى بقيه النفس. ده نوع من انواع الخنق. فكده الدم رايح للمخ بس مش محمل بالاكسجين. الاطفال بيعملوا ايه اصلا؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه المتعه في ده؟ ما هو ده تغير سلوكي عند الاطفال. هم ليه الاطفال بيعملوا كده؟ هم بيدوروا على حاجه غريبه. الفكره الحاجه الغريبه دي جات لهم منين وليه بيعملوها وبيقلدوها وايه العائد منها؟ ده بقى اللي المفروض الناس الاجتماعيين يشوفوا القصه دي ويمشوا وراها ويعرفوا ليه الاطفال بيعملوا. طب ايه رايك خلينا ناخد يعني طالب من الطلاب اللي تعرضوا لده وناخد وندي معاه ونشوف ايه الموضوع. الطالب نور سمير. نور من الطلاب اللي تعرضوا لنفس التجربه دي. خليني اسلم على نور ونشوف ايه الموضوع. مساء الخير يا نور. مساء النور. عندك كم سنه يا نور؟ انا عندي 17. كم؟ 17 سنه. 17 طيب 17 ما شاء الله شاب تمام. يعني قول لي يا نور، احكي لي انت ايه الموضوع، ايه اللعبه دي؟ هو يعني هو مش ما هي ما كانتش لعبه قوي يعني. هو في واحد صاحبنا قال لنا في حركه شافها كده على اليوتيوب تقريبا، بتبقى قاعد على الارض بتفضل تنهك كتير، بعد كده بتقوم مثلا بيزقني كده على الحيطه من صدري، النفس يعني بكتم ما بقاش عارف اخد نفسي كده، بيقوم عليها شويه بعد كده بقوم تاني. يعني دي اول مره انا اجربها، ما كنتش عارف ان هي مثلا فيها خطوره او فيها حاجه زي كده. بس الفكره كلها ايه؟ في ان انت لما بيغمى عليك انت ما بتكونش حاسس بنفسك بقى. فصحابي مثلا اللي واقفين جنبي بيشوفوني انا مغمى عليا عامل ازاي، في واحد مثلا مننا يعني اغمى عليه كان شكله عادي ما حصلش حاجه، كان اغمى عليه واحد مغمى عليه عادي، واحد تاني كان مثلا ايه عينيه كانت بترعش، كان بيتشنج كده، فاللي هو هم كانوا بيضحكوا. طب وايه المتعه يا نور؟ يعني انا عايزه اسالك، هو ايه المتعه في ده؟ واحد يغمى عليه والتاني يتشنج، ايه المتعه؟ لا هي ما كانتش متعه، احنا ما كناش واخدين الموضوع بضحك، يعني اللي هو كتجربه مش اكتر، اللي هو يعني بنشوف الكلام ده اصلا. يعني بعض الحاجات اللي بتنزل على التيك توك مثلا او على الفيديوهات الناس بيبقى عندها فضول تشوف ان ده حقيقي ولا لا، مش اكتر يعني. انما لا احنا كنا فاكرين ان الموضوع فيه اذيه،
ولا عارفين ان الموضوع مثلا فيه مشاكل او فيه مثلا الواحد ممكن يحصل له حاجه سببها. بس لما يعني انا لما عرفت ان في مشكله حصلت ناس بسبب الحوار ده، ما اكيد يعني مش هعمل كده، ولا هقول للي عمل لي كده يعمل كده تاني، اكيد ما هتبقى نصيحه. يعني انت خدت التجربه ولقيتها دمها تقيل، يعني حاجه مش صحيه ولا لطيفه؟ ما لقيتهاش دمها تقيل، لا هو ما كانش ليها اعراض، بس انا لما اغمى عليا وقمت اللي هو انا مش فاكر اي حاجه وايه اللي حصل، كنت قايم دايخ كده، هو مش فاكر اي حاجه، بس انا كنت بتحرك. ولما وروني الفيديو لما وروني الفيديو اللي هو مش يعني هي لا حاجه تزعل ولا حاجه تضحك، عادي. طب اكن واحد جرب حاجه في البيت عنده مثلا، طب لا منها نور، افاده ولا منها. نور اقنعوك ازاي انك تعملها؟ ولا انت عندك 17 سنه يعني ما لا شاء الله. الكلام ده ما كانش 17 سنه، ده كان من زمان. كنت اصغر من كده؟ كنت اصغر من كده. كان عندك كم سنه وقتها؟ يعني تقريبا 15، يعني قبلها بسنتين. يعني اقنعوك ازاي؟ يعني انت ليه حبيت تعمل التجربه دي؟ يعني قالوا لك ايه مثلا؟ لا هو في يعني في واحد قال لي بقول لك ايه، ممكن اعمل لك حركه كده اهوت، لسه شايفها على تيك توك، عايز تجربها معايا كده اهوت. قلت له ايه حركه؟ قال لي كذا كذا. قال لي طب يعني فين الافاده منها؟ قال لي عادي، اللي هو انا اصلا عايز اتاكد. فانا سالته انت عملتها مع حد قبل كده يعني؟ قال لي عملتها مع كذا حد يعني، فعايز تجربها جربها. ما هما كلنا كنا واقفين مع بعض عادي بقى، فعايزين يشوفوا. بس عشان لما اتعملت في صاحبنا، هو صاحبنا لما وقع على الارض، فهي نوع من التحدي كده يعني، تعالى جربها. لا لا مش فكره تحدي، عادي. لو انا كنت قلت لا عادي مش هجرب، بس في السن ده بيبقى يعني الناس او الشباب اللي بتبقى زينا او الاطفال اللي بيبقوا زينا عندهم فضول شويه. ايوه بس فضول حاجه يعني. انا افهم ان واحد مثلا عايز يتسلق جبل يحقق رقم، واحد سباح عايز مثلا يعدي بطريقه معينه يعمل رقم، واحد في الجمباز في الكاراتيه في الجودو في اي حاجه، كل الحاجات دي معروفه. لكن حاجه زي كده ما خفتوش مثلا؟ ما حدش انها ممكن تاذيكم؟ احنا بقى ساعتها ما كناش اصلا على علم ان الموضوع ده ممكن يجي منه اضرار، او ساعتها تقريبا يعني اول مره الناس تعملها او تاني مره، يعني كانت حاجه نادره قوي اصلا، مش مشهوره جدا الحقيقه يعني. طبعا. فاللي هو جربها عادي، مش احنا مش فاكرين ان الموضوع فيه خطوره ولا حاجه، عادي. اللي هو ايه، طب هي اللعبه دي جت منين؟ يعني منتشره مثلا في بره، منتشره على السوشيال ميديا، جايه من ابس معينه، جت منين؟ اللي شفت اللي صاحبي قاله لي، هو مش ما شافهاش تقريبا على تيك توك ولا حاجه، بس مش فاكر بالظبط هو يعني الحاجه اللي شافها منها ايه، بس هو كانت على السوشيال ميديا، مش فاكر بقى على ايه بالظبط، بس كانت تقريبا من السوشيال ميديا. طب وانت عملتها في المدرسه؟ لان الصور اللي عندي هنا بيعملوها في مدرسه. لا هو مش شرط في المدرسه، مش شرط يعني ممكن في اي مكان بقى. انا اصلا عملتها لما كنا في الاجازه عادي. طيب خليك يا نور معانا، خلينا كده نشوف دكتور محمد. انت شفت الكلام اللي بيقوله نور؟ هي برضو بيقول لك اصل الاطفال بيحبوا في السن ده يعملوا حاجات كده. طبعا ده خطير، ان هو طبعا معروف ان الاطفال بيحبوا او الشباب بيحبوا يجربوا كل حاجه، بس في بنات، بس لازم يكون عندي، مش بس شباب، عموما يعني الاطفال او المراهقين يعني، لكن لازم يكون عندي بيز او قاعده، انا امتى اجرب حاجه، ايه الحاجه اللي بتضرني ما اعملهاش، المفروض انا عندي عقل بفكر بيه. الحاجه الثانيه الاشراف، هما بيعملوا الحاجات دي فين، في المدرسه في البيت، لازم يكون في اشراف وتوجيه مستمر. وكويس طبعا ان المشكله دي الناس انتبهت لها علشان ينبهوا الطلبه، واحنا ننبه على اولادنا ان ده ما يحصلش، ان ممكن ده يؤدي لمشاكل كتيره. طيب اللحظه دي اللي هو بيقول عليها، كان بيحكي نور بيقول انه حصل له رعشه واغمى عليه، يعني وكان عنده 15 سنه برضو، يعني ما هوش يعني كبير قوي. فاللحظه دي الرعشه دي بقى ممكن كانت تودي فين؟ يعني الحمد لله ان هو عدى بسلام. ممكن حد ما يعديش لا من الرعشه ولا من الاغماء دي. احنا دايما بنشوف ناس كتيره جدا ممكن يغمى عليها في مواصله عامه وفي الشارع، واحد مرهق شويه مش شارب ميه في وقت الحر، فالجسم لما الدوره الدمويه اللي رايحه للمخ بتقل، المخ بيفقد السيطره والانسان بيقع على الارض، وبعدين التدفق الدم للمخ بيستعاد تاني والانسان بيرجع ان هو يستعيد وعيه. عشان كده احنا بننصح الناس لما حد يقع على الارض ما قعدوش ما وقفوش، اسيبه نايم وارفع رجليه علشان الدوره الدمويه ترجع تنتظم تاني، والمخ يجي له الدم المحمل بالاكسجين ويرجع يفوق تاني. ده اللي بيحصل في اللي هم بيعملوه. بس طبعا لو الدم ده تدفقه او الاكسجين نسبته نزلت وما قدرتش استرجع الدوره الدمويه للمخ، ممكن يحصل اصابات كتيره. ممكن اجزاء من المخ تتاثر، يحصل تشنجات، يحصل لا قدر الله جلطه،
ممكن لو طولت شويه تاثر على الحياه. هل ممكن تعمل جلطات في الجسم؟ طبعا حتى للسن الصغير دول؟ طبعا هو طبعا المفروض ان الدوره الدمويه عند الاطفال او الاستيعاب بتاعها او مخهم يستحمل فترات اللي ما فيه دم او نقص اكسجين فتره اطول من الكبار، لكن برضو ما فيش حاجه مامونه. لو يعني انا عندي انت كمان مش عارف حاله الطفل او الطفله يعني حالته الجسمانيه او يعني عامله ازاي، يعني في برضه ناس طبعًا بنيتهم ضعيفه، مش كل الناس بنفس القدرات، وده لو عمل التجربه دي ودخل فيها ممكن يحصل له مشاكل فعلا. فكل الاطفال مش زي بعض، والاطفال برضه ان هم يسيطروا على اللعبه دي، هي دي مش لعبه طبعا، دي حاجه خطر ما ينفعش تبقى لعبه، لكن هم ممكن يسيطروا ما يقدروش يستعيدوا او يسعفوا صاحبهم ده بسرعه وممكن يحصل مشاكل. هل ممكن تعمل جلطه كمان في المخ او طبعًا توقف طبعًا لا ممكن طبعًا تعمل كده طبعا ممكن يتاثر كده لو طوله شويه او هو ما قدرش يستعيد نفسه بسرعه ممكن يحصل مشكله. طيب خلونا ناخد الاستاذه، طيب خلينا هنشوف برضو، عايزين نعرف برضو يعني اولياء الامور، يعني الحقيقه الواحد بيبقى متعاطف معاهم لانه انت ما تعرفش كمان الاولاد بيعملوا ايه او الالعاب شكلها ايه، وتبدو انها ممكن تكون لعبه يعني تبدو بدنيه لو حد شايفها من بعيد مش عارف هما بيعملوا ايه، لكن هي كمان فكره، كمان انا عايزه الصوره ترجع تاني، فكره اللي بيخنق بقى اللي هو بيوقف بيدوسه هنا على الرقبه، طب اللي بيعمل ده ممكن تكون ايده جامده فيخنقه فعلا. طبعا هو ده نوع من انواع الخنق، هو انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بمنعه من التنفس او ان انا بقلل تدفق الدم اللي رايح للمخ، الاثنين دول يعني خنق وده ممكن يؤدي الى مشكله طبعا. لانه اللي بيعمل بايده ده هو مش عارف وبيعمل ايه؟ هذه الفكره، هو مش عارف بيعمل قد ايه ومدى اثره وامتى يبطل، فهي برضه زي ما اقول هي مش لعبه، هي مش حاجه تتجرب او اللي يعرف يعملها يعملها، هي مش لعبه خالص، هو اجراء سيء جدا ممكن يؤدي لعواقب وخيمه جدا بين الاطفال. وحد هو بيعمل كده الحقيقه يعني وحصل له بقى مشكله، ايه الاسعافات الاوليه في ده؟ وطبعا اي حد يحصل له غيبوبه او فقدان للوعي اول حاجه من الموجودين المحيطين حواليه يعملوا حاجتين، ان انا اخليه مستلقي على الارض وان انا ارفع رجله، ولو انا عندي معلومات طبيه شويه اشوف النبض بتاعه وبيتنفس ولا لا، لقيته طبعا النبض بتاعه منتظم وبيتنفس خلاص هو شويه يعني هيستعيد وظيفته. يعني بس لو هو في مجال مدرسه واطفال وكده اعتقد الاسعاف هي اسهل ووجود دكتور طبعًا متخصص يعني صار. اي حد طيب خلينا نشكر نور. يا نور انا بشكر نور. طيب النور اللي كان معانا وشرح لنا القصه هو كطالب يعني كان موجود في التجربه دي. خليني اروح للاستاذه مها محرم مؤسسه جروب مصر تتقدم وهي اول من فجر هذه القضيه. مساء الخير استاذه مها. اهلا بحضرتك يا شفكي وبالدكتور، برحب بالدكتور اللي مع حضرتك. اهلا بيكي، قولي لي القضيه دي انت عرفتيها ازاي يعني؟ اتفضلي. بصي اقول لحضرتك على حاجه، الاطفال او المراهقين عموما اكتر حاجه هم عندهم حاجه اسمها ترند وعلى التيك توك طبعًا والكلام ده، فهم بيشوفوا الحاجات دي وياخدوها من التيك توك وبيقلدوها. يعني بيشوفوا ده وبيقلدوه، ايه الترند اللي طالع ونعمل زيه. صح. فهم من على التيك توك لقطوا الحاجات دي، طب تعالوا نجرب، طب تعالوا نعمل، طب تعالوا نشوف. واحنا المفروض يعني يبقى في توعيه مش بس في المدارس، لان زي ما سمعتي نور من شويه بيقول لك ان انا ما عملتهاش ما كنتش في المدرسه. يعني عملها في الصيف في الاجازه، ممكن يبقى في النادي في الشارع في مول في اي حته بقى بالزبط فيها شباب، حته فيها شباب بالظبط كده اهو، يعني في اي مكان يعني ممكن يعملوها مش شرط بس المدرسه، بس طبعا المدرسه بتبقى تجمع اكبر او عدد اكبر فبيبقى الخطر ازيد اكيد. انا كمان شفت الحقيقه فيديوهات، يعني انا الاول قلت ممكن الذكور يبقى عندهم هذه، لكن لا ده فيها بنات واولاد، يعني لا ده مش مرتبطه بنت او ولد بنات. اتفضلي. يعني اغلب الفيديوهات اللي عدت عليا كانت بنات. هقول لحضرتك على حاجه، الترند اللي طالع او اللي لفت انتباهي كمان اليومين دول مدارس بقى، ان الطلبه تروح المدرسه بسوري يعني بالكروكس او بالسليبر شبشب. ده ترند طالع جديد انا لسه شايفاه. يروح المدرسه بشبشب، بس هنا فين المدرسه؟ يعني المدرسه كمان هنا لازم يبقى عندها دور. بالظبط. اروح المدرسه وانا لابس الشوز بتاعتي فرده وفرده. لا يعني ماشي دي ممكن تبقى اذا كانت دي عاجباهم. لا ما انا يعني وانا كطالب لو حاجه رياضيه، لكن هي الخطوره بوصل ايه الرساله اللي انا بوصلها وانا بقول ايه؟ يعني وانا بعمل كده ليه؟ حاجه وشفتها على التيك توك وترند وطالع، هو انا كطالب
يعني او انا كاخصائي اجتماعي، انت يا حبيبي او انت حبيبتي انتوا عايزين توصلوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ يعني طبعا. ايه الرساله اللي انت كطفل عايز توصلها؟ يعني دخلي من باب المدرسه لابس فرده وفرده، هو انا ما دخلكش يعني، انا من اولها كده من ده. عموما بصي، علشان احنا كمان بنتكلم على الموضوع اللي بيهم صحتهم ده واللي هو فعلا مقلق، انا بتفق معاكي، هو كمان لازم نبقى شايفين دايما في عيون على اولادنا، مدرسه بقى، نادي، بيت، اي مكان، علشان صحتهم اهم من كل حاجه يعني. انا بشكرك جدا استاذه مها محرم، مؤسسه جروب مصر بتتقدم، يعني حلو ان الناس يبقى عندها وعي وان الناس تتابع، وانه من وقت للتاني اي حاجه بتضر صحه الناس نبقى واقفين طول الوقت عليها. ايه اللي تحبي تقوله انت بقى للاهالي، يقولوا ايه لاولادهم بالنسبه للحاجات الصحيه دي اللي هو طبعا يلعب في نفسه، في صوته، في صحته، طبعا انا لازم اعرف الطفل على جسمه، اعرفه واعرفه حدود ان هو في حد يتعامل معاه، لازم يبقى في حدود، ما حدش يلمسك، ما حدش يعملك. وطبعا لازم افهمه من اي حاجه غريبه مش متعرف عليها انا ما قلتلوش عليها وهو عايز يجربها، على الاقل لازم يرجع ليا قبل ما يجرب التجربه، يرجع لاهله او للمدرسه او للكابتن او ايا كان، بحيث انه وانا لو عملت ده في ضرر على صحتي يعني، اللي هي فكره انه هو يبقى عارف هو المفروض يعمل ايه يعني. والتواصل معاه، هو يبقى متواصل مع اهله وهو متواصل مع المدرس او المشرف الاجتماعي عشان حاجه زي دي تتلحق وان شاء الله ما يحصلش حاجه منها لاولادنا. اكيد. انا بشكرك جدا ونتمنى الخير لاولادنا. دكتور محمد عواد، استاذ المخ والاعصاب، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، نورتنا. وبتمنى بجد انه انا عارفه انه الاهالي الحقيقه بيبقوا مش عارفين اللي بيحصل مع الشباب، لكن مش عايزه اقول رقابه، هي متابعه، يعني هي متابعه نطمن على اولادنا ونشوف الحاجات اللي بيشوفوها واللي بيتاثروا بيها. وفي حاجات بتبقى لطيفه تمام، في اهالي بتعمل تيك توك مع اولادها وحاجات كده فنيه لطيفه ماشي الحال، لكن الحاجات اللي فيها ضرر على الصحه دي لازم نبقى منتبهين بيها. حاولنا ان احنا كمان نكون منتبهين معاكم فيها. الفقره التاليه الحقيقه فقره مهمه، ازاي اقدر اعرف انه ممكن ابني يكون معرض للمخدرات او يكون حد عرض عليه انه يتناول المخدرات او يقول له جرب بس او شوف بس، يعني دي من مره مش هيعمل حاجه او ده مش هيأثر قوي، تعالى بس كده وشوف وانت هتعمل دماغ، الكلمه اللي دايما تتقال. خلينا نكون دايما عين وعين مع اولادنا، عين عليهم وعين معاهم. هنتكلم عن تأثير المخدرات وإزاي نقدر مع بعض نحاول نعمل توعية ونحاول كمان ننجو بولادنا منها بإذن الله. في الفقرة التالية أرجوكم ابقوا معنا.